السلام عليكم. بطل شنو رئيس لام 25 سنة من الجزائر العاصمة. بطل الجزائر عدة مرات وبطل العالم. وثاني عندي تيتر كلاسي دوزيام في فيستيفال في إيران. بوكسينغ باسكو هاد الرياضة نحبها ملي كنت صغير، نحب سبورت كومبو، وان بليس كان عندي وليد عمي يمارس هاد الرياضة، هو تاني كعاوني باش نحقق هاد المساعدة. بيبي كانت الأم تاعي ما كانتش قابلة باسكو وليدها صغير منا. باسكو سبورت كومبا في الضرب اللي وجاه منا كانت رافضه، بعد مع الوقت دخلت على في راسها وزاد عاوني وليد عمي، دونك الدعوه مشات الحمد لله. نطريني كل يوم غير الجمعه ما نطرينش، تسمى عندي نهار فيزيك، نهار تكنيك، بعد عندي نهار موسكيلاسيون، نهار سبارين، ثم نعطيني كل يوم هذه الفيزيك تكنيك فيزيك تكنيك بازيك ترتاح على الفيزيك. اللي نتلقاها كل مرة هي ما كانش الدعم، ماشي نقول لك الدعم المادي نو، باسكو لا دانيير فوا عندها واحد 4 موا لحقت لنا انفيتاسيون لا سويس باش نروحو لاكمو، نروحو لاكم تما. كي رحنا السفارة تاع لا سويس هنايا قالوا لنا لازم اوكي، لازم لا فيديراسيون تاعكم تعطيكم الاوكي. كي رحنا ليهم كل سمانه عاودوا له دونك راح الشامبيونون ما بوكسيناش حنا باش نلاكم باش نرفدوا العلم تاع الجزائر، بس ما عندنا حتى فايده. بريمي تيتر تاعي اللي ديتو انترناسيونال كان هذاك في اليونان 2012، سي اول خطرة شاركت في بطولة عالمية، اول خطرة بوكسيت شامبيون دي موند وتحصلت على المرتبة الأولى، هذه اللي نفتخر بها الحمد لله. سبور كاع مهم شي الاعلامي ماشي غير كيف بوكسين، باسكو حنا الاعلام شغل برونشي غير مع كرة القدم ايتو، حنا كاين ديزاتلات، عندنا ديزاتلات كيف بوكسين، ما كانش غير الاسلام، كاين بزاف ديزاتلات راحوا لاكموا في الخارج، عندهم لي تيتر في الخارج، بصح واحد ما يعرفه. الجزائر الوقت هذا ما كانش باسكو حاجة الأولى ما عندناش ثقافة، تخرج أنا برا تقول لهم كيك بوكسينغ ولا تقول لهم خلي ما كانش بزاف اللي يعرفوا. حاجة دوزيام ما عندناش ثقافة تاع باش هنايا تاع كيك بوكسينغ، ما عندناش ثقافة مازالنا بعد شوية. عاود لكم في البطولة الجزائرية باسكو عندي 5 اون ما بوكسيتش، باسكو كان عندي لي بروبلام مع الرئيس الأسبق، ثاني كنت مبليسي منه، دوك الحمد لله دوك مع الرئيس الجديد إن شاء الله نعاود لكم البطولة الجزائرية ونحصل على المرتبة الأولى إن شاء الله، نعاود نولي الفريق الوطني لكن مع الفريق الوطني ونشرفوا الراية الوطنية.